أهلين رفيف، كيفك؟ العرض اللي جابوا لنا اياه كثير اجدب، الصور اللي اخذوا له اياهم ما زبطوا، وانا وعم فكر شو بدي اعمل خطرت ببالي، فقلت بحكي معك لاني رفيقتك. رح تقبل تساعدني ما هيك؟ رفيف انا وفوتون هلا لحتى وصلنا من السفر وتعبانين كثير. عذريني ما فيني اجي اليوم. إذا ما بدك تيجي أنا رح أروح جيبك. أنت رجعت اللي غراضي؟ والباقي تحت بالأبو. عن جد أنت بتجنن. روقي روقي روقي، ما بدي إياكي تفرحي كتير، رح أخصم حقهم من معاشك. ليك جبتلك هدية بتحبي تشوفيها؟ التهدية اللي أنا. تعالي معي ليك برا، تعالي. ما عم صدق عيوني، جبت لي سيارة إلي ونفس نوع سيارتك كمان. يا الله، يا ريت بس لو كان لونها أحمر. عن جد بقدر أقولك إنه هاي السيارة كانت حلمي. شكراً كتير، عن جد شكراً لك. شكراً جان. بدون بحب أقولك أنت عن جد وحدة هبلة، لك هاي سيارتي ما تذكرتي قديش ركبانة فيها؟ أنت هديتك هون ليكا. وينها؟ لك هديك البسكليت. يعني معقول كون مجنون وهديك السيارة مشان تخليها واقفة هون؟ ليش حضرتك بتعرفي تسوقي ولا معك شهادة سواقة؟ قطعت عهد على حالي علمك كيف تركبي البسكليت. ومين قال لك اني حابة اتعلم سوق؟ اتركني بقى. بدك تتعلمي تعالي. لك ما بدي، ما بدي عم اقول لك. بدك تتعلمي عم اقول لك تعالي. ما بدي اتعلم، ما بدي، ما بحب سوق. لا تهربي، بدك تتعلمي فوتي. ما بدي اتعلم، ما بدي. تعالي اقول لك بسكتك. ما بدي اتعلم سوق. لا بدك، وراح اكون جنبك. رح اركب بس خايفة اني اوقع. خليني شلك المسند، تمسكي. انا خايفة. اوعك تخافي. ما رح تتركني معي؟ لا 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 لا، مستحيل اتركك. ما تتركني، الله يخليك. كنتي عم بتسوي لحالك على فكرة. لا ما عم سوق. انتبهي. شو يعني عم سوق لحالي؟ هلو فتون، برافو عليكي. ما عم صدق ابنوب، كنت عم سوق لحالي، مو معقول، عن جد سهلة. لك ايه لحالي؟ ماني مصدقة، لك عم سوق بسكليت لحالي. شكرا. برافو عليك. طيب فيني اطلب منك بس طلب واحد؟ فيني كل يوم اتدرب على السواقة بس ساعة؟ طبعا فيك. شكرا. Thank you.
انت شو عم تعملي هون؟ اجيت لحتى اخطفك. يلا جان. مرحبا، اهلا وسهلا. مرحبا. بتحبوا نفوت على البيت؟ ضيفكم شاي وكعك، تفضلوا انا رح اسبقكم. بس ما كون زعجتكم. تفضلي منحكي جوا بيكون احسن. ما كنت بعرف انك مشتري هالبيت. لما اجيت على العرس شفته، حلو كتير. مو ضروري تعرفي كل شي بعمله رفيف. جان انت شو صاير لك؟ فجأة تغيرت وصرت شخص عدواني. واضح انك تضايقت من جايتي لعندك. بعتذر لاني زعجتك. دير بالك على حالك. ألو نعم. مرحبا فتون خانم، معك وائل من دار آكن للنشر. قلت لي آكن للنشر؟ عم تحكي عن جد ولا عم تمزح؟ وأخيرا الله استجاب لدعواتي. ما فهمت عليكي. عفوا ما حكيت مع حضرتك. فتون خانم ممكن تجي لعنا بسرعة؟ لازم نحكي معك بخصوص روايتك. طبعا جاي لعندك فورا فورا. يلا جاي لعندكم. مع السلامة فتون. وأخيراً يا بنت رح تقبي على وش الدنيا. مو معقول دور النشر عم يتصلوا فيكي وياخدوا موعد. طيب رح أخذ صورة معي مشان حطها على الغلاف، مقابلة مع أهم كاتبة بالبلد، هيك رح ينشروا. لكن سيد جان ورفيقته وينه؟ ما بعرف. في اصطفلوا، لك اطلع البسي يا بنت. رفيف وينه؟ هلأ راحت. ليش راحت؟ وانت ليش واقف هون لحالك؟ شو ما كان خود شرب شاي لأني مضطرة. لوين رايحة؟ عندي اجتماع عمل. اتصلوا فيني من دار للنشر. أنا قلت لك أني رح صير كاتبة مشهورة كتير، ولازم تعاملني منيح وما تضايقني وتزعجني. بس انسى، هلأ الندم ما عاد ينفعك. بعتذر، أنا ندمان فتون. منيح، من هلأ اتعلم التواضع. الشاي صار بإيدك إذا حابب تشرب. بشوفك. أنا حابب بارك لك. عفوا على شو؟ على زواجك من الممثل جان تيكين. مبروك، قرينا الخبر بالجرايد. ايه شكرا، يبارك فيك. ما لبستوا خواتم؟ شلحته لانه صغير شوي على ايدي. بس صوركم كانت كتير حلوه، يعني صور العرس كنتي طالعه كتير طبيعيه وعفويه وحلوه. مكياجي كان بسيط. ممكن نحكي عن الروايه اللي رح تنطبع؟ اكيد قريتها وعجبتك، اعطيني رايك. بصراحة فتون خانم عنا مشكلة صغيرة وكتير بسيطة. شو نوع المشكلة؟ رواية حضرتك ما بتصلح للنشر، يعني الحكاية ما حسيتها متكاملة. بقصد كيف بدي اشرح لك؟ مشتتة، ما في ترابط بالموضوع ومستحيل تمشي بالسوق. بس على التليفون قلت لي تعي لعنا لحتى نتفق وننشر الرواية. ما كان قصدي عن روايتك، كان قصدي عن زواجكم.
عفوا ما فهمت. قررنا انه نعمل كتاب ومسلسل عن جان، عن جان الفنان واهم الجوانب المجهولة بحياته، واذا كانت الكاتبة زوجة الممثل رح يساعدنا لانها بتعرف كل شيء مخبى. جان تيكين نجم بس حياته الخاصة كتير غامضة، ولهيك اذا منألف بهالفترة كتاب عن حياته الشخصية اكيد رح يضرب بالسوق ويكسر الدنيا. عفوا ممكن ترجع لي الملف تبعي؟ فورا لو سمحت. بالإذن منك. يلا معك. الجوانب الغامضة بحياة جان بي، بس روايتي أحسن من حياته بألف مرة. مو معقول هالحظ، مو معقول. حابب شوف أسلوبك بالكتابة. عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد. بصراحة أنا عم دور على قصص يكون موضوعها غريب شوي. رح جيب لك ياهم بأول فرصة. تفضلي. مرحبا. ايه عفواً، مراد بيك موجود بمكتبه؟ مين مراد؟ شو كنيته؟ سؤال حلو. هو طويل شوي، أسمراني وشكله إيطالي. مراد سايجن؟ ايه. بدك تشوفي المدير العام؟ ليش لا؟ ثانية بس. ألو، في أنسي هون بدها تشوف الأستاذ مراد سايجن. اسمي فتون دينج. اسمها فتون دينج، فهمت. طيب، من شوي طلع سكرتيرته عم تقول انه اتصل ولغى كل مواعيده، اذا بتحبي تركي له رسالة. ممكن تسلميها الملف باليد؟ ايه بسلمه. فيني اخذ ورقة من عندك؟ اجيت وما لقيتك، بتمنى تعجبك. فتون. قال الجوانب الغامضة بحياته ما عنده شي غير ينام ويفيق وياكل ويخاني. وين الغموض بحياته؟ أهلا وسهلا بكاتبتنا المشهورة. كيف كان اجتماع حضرتك؟ ماشي الحال، كتير عادي. تعالي تعالي احكي لي مثل العالم والخلق، تركتي شغل البيت ورحتي، شو اتفقتوا؟ احكي لي كل شيء بالتفصيل. ما حبيت العروض يلي قدمون، وعم حاول اختار واحد من العروض لاتفق معهم. اها، قال بدها تختار عرض. قال لك قولي ما عجبتهم الرواية وخلصنا. بالاساس لو كنتي فالحة بالشي كنت طولتي لك على القليلة شي سنتين من شوفة حالك. لك مو معقول قديشك شخص ما عنده جنس الاحساس وما بيهمك مشاعر يلي حواليك. ليك تذكرت؟ مو انت قلتي لي انه بدك تصيري كاتبة مشهورة؟ اكيد متذكرة. ما لك لما بتقولي بدك تصيري كاتبة انا بموت من الضحك. عيب عليك هالحكي، مشهور وطويل مثل الحيط، بس لازم تكون انسان بالاول. يا الله دخيلك، المفتاح نسيانته جوا، ممكن تعطيني مفتاحك جان؟ صعب كتير حياتي، فوتي من الجنينة. شو هذا اللي لقيتي؟ الخاتم. لك أنا ما قلت لك كبيه بالزبالة؟ أنت بتعرف شي قديش حقه؟ كيف بدي كبه بالزبالة؟ طبعاً بعرف قديش، ما أنا اللي اشتريته. طيب وأنا هلأ يلي لقيته؟ هاتي لك لشوف. ليش؟ لا قلت لك ليش؟ هاتي. أنا اللي لقيته، اتركه. لك هاتي، خلص شيل إيدك. اتركي خلص. إيدي يا مجنونة. تعالي هذا لهم. صار إيه؟ تعالي. ما رح أعطيك يا هذا صار إيه؟ ما في تاخده.
شو عم تعمل بتيابي؟ اترك من ايدك اترك. انت هلا بدك تتركي هذا البيت وتمشي؟ ولوين؟ انا شو بيعرفني لوين يعني؟ لك انا ندمان لاني سكنتك عندي. والله شو قصدك؟ ما فهمت عليك. لتكون شايفني قطة عندك، لوين بدي روح؟ ما بيهمني ابدا فتون خانم، انا ما فيني اعيش مع واحدة مجنونة وما فيها مخ، فهمتي؟ اها، اصلا انا اللي ما فيني اعيش مع واحد مجنون ومختل عقليا. اذا هيك تفضلي ليكل باب بفوت جمال. انت اللي الله معك. فتون خلصيني، عم اقول لك روحي من وشي. بدك ما تواخذني، بس هذا بيكون بيتي انا، انت المفروض تترك البيت مو انا. لك اذا نسياني بحب ذكرك اني اشتريت هذا البيت من مصرياتي. اذا نسياني بذكرك انك موقع على عقد كتير واضح بالبند الرابع، شو كان مكتوب متذكر؟ بعد الطلاق البيت بيصير لفتون دينج. صح. وفي شيء كمان مكتوب بالعقد انا بتذكره، كرمال انه هذا البيت يضل لفتون دينج، الطلاق ما رح يتم الا بعد 3 شهور من الزواج، ما هيك؟ يعني حضرتك خالفتي هاي الشروط. بالله. لا وما انا مرتب البيت كمان، صدقت حالة انها كاتبة وتركت الشغل ومشيت. انا رح انظف كل شيء. ايه فتون بشحمة ولحمة، كم مرة قلت لكم لا تتركوا الباب مفتوح حبيباتي؟ خير ان شاء الله. فتون شو صاير معك كمان؟ احكي لي شو الموضوع، شو في؟ انا منيحه، ما فيني شيء، اجيت لنام عندك. ايه طيب وجان؟ مينو هاد جان؟ جوزك. ايه شو دخلني فيه؟ كيف شو دخلك فيه؟ بضل جوزك هلا بينشغل باله عليكي. انا انتهت علاقتي مع صاحب هذا الاسم. شو يعني؟ يعني خلص، the end، finito، son، اوكي؟ شوفي الطاقه بلشت ترجع لي. تعالي. ششت، ما كان ناقصني غيرك. طيب هي ليش ما أخدتك معها؟ ها؟ بس كنتي خلصيني معطي القطط. أنا ماني بحاجتك ست فتون، بدبر أموري بدونك ولحالي. قاعدة فوق أنه معبيتن وبرشي بيقرف. ألو. نعم. ألو جان، أنا عماد. اسمعني فتون، عنا لا تاكل هم، انا رح اجيب لك اياها بكره، رح رجعها بايدي. ما بدي ترجعها، خليها عندك، مستحيل اقدر اعيش مع هاي البنت. لك شو عم بيصير؟ مبين الوضع كتير خطير. انت شو عملتي لحتى تخانقتوا؟ فهميني. والله لازم تساليني شو هي الشغلات اللي بعملها وما بنتخانق من شانها. شو ما عملت بيخانق وبيعيط وما في شي بيعجبه بنوب. طيب احكي لنا شو صار معكم هالمرة؟ ما بعرف شو صار. كيف يعني ما بتعرفي شو صار؟ خانقنا. وشو السبب؟ خناقة عادية ومن دون سبب، عدم تفاهم بكل معنى الكلمة. ماني مجبورة اتحمل هالزلمة، كتير تافه وغليظ. مينا لحالة بين ايدين هداك الظالم، بس يصير عندي بيت واتقوى فيه بجيب مينا لعندي وبقوية. يا عيب شو معلك؟ شو هالحكي؟ نحن منضل رفقاتك ومستحيل نتركك لحالك بالدنيا لو شو ما صار. قال نحن رفقاتك؟ قال مو انتو اللي خدعتوني وسلمتوني إلو باليد؟ انتو الاثنين السبب اللي انا فيه هلا، بعتوا لي بيتي وما فكرتوا وين بدي نام. وهلا جاوبوني، امتى رح ترجعوا لي مصاريي؟ خير شو بكون؟ ما في جواب واضح؟ القط أكل لسانكم؟ أه؟ عماد بيك دبرت شغل شي؟ بما أنك قاعد عم تفصفص بزر معناتها ما لقيت شغل. لا يا بنت، مو هيك القصة، أنا رح أفتح شغل مهم. أنت؟ أه؟ خدي شوفي. شوفي بعينك. شوفي شوفي. عماد وليزا لإدارة الأعمال، شلون الفكرة؟ مم؟
لا مستحيل. مين أول عميل لنا؟ مين؟ جانتيكين. بالضبط. جانتيكين عنده خبر بهذا الشيء سيد عماد؟ لا هو ما عنده خبر. أنت اللي رح تخبريه، وبعد ما نحط جانتيكين بالجيبة الكل رح يجوا لعنا ويقولوا استلم إدارة أعمالنا، رح نصير رقم واحد. بدون كرمال هيك لازم تصالحي جانتيكين فورا بسرعة. بصراحة أنتوا أسفل ناس تعرفت عليهم بالدنيا. هاتي الملف. ألو نعم. إيه أنا. أي جريدة؟ لك فهموني أنتوا شو دخلكم بحياتي أنا؟ وبحب قلك إنه هاي القصة خلصت. The end. Finito. Son. Okay. لك أنت شو عملتي يا بنت؟ لك هدول الصحفيين من وين بيدروا بالخبر فورا؟ يا الله، معناتها بيكون نزل الخبر على الإنترنت. أخ منك. مرتاحة ما هيك؟ لا بس يعني وين بدي روح؟ ليكي فتون. احكي يا روحي وفضفضي كل يلي بقلبك. بحكي لك لحتى توصلي الكلام لزوجك؟ يا عبي الشوم عليكي على هالحكي. بالله زعلتي على حبيب القلب. يلا ليزا تعبت وبدي ارتاح، يلا تصبحي على خير. طيب انتي قادرة تلاقي الخير. شو قالت لك؟ شو بدها تقلي برأيك؟ ما قالت لك إمتى رح تروح لعند زوجها؟ لك معقول اسألها إمتى بدك تروحي لعند زوجك؟ بتبين تقليعه. بالتوقيت اللي كنت رح أفتح فيه مشروع حياتي طلعتنا بقصة الطلاق. اسمعيني ليزا، هدول لازم يتصالحوا. أنا سمعت كل شي عم تحكوا عني وأنا ماني راجعة لعنده بس لحتى تكونوا بالصورة. Şu akbar ek fıtuğum. Tatil yaptığı Bodrum'da neden ekibimizin üstüne yürüdü? Şufi şufi li amı yamlu, valla ma bitsedda. Balla balla tfarrajı. Hada li sadır ki hadırtak? Um dövür ala şıgıl ahsan. ليزا اتركي الشاي هلا من ايدك. اتركي عماد وقف رح تحرقني بالشاي. شبك نحن لازم نعمل خطه، هيك ما بيمشي الحال. طيب قلي شو لازم نعمل. مو معقول تضل قاعده عنا. عن جد عماد انت مانك طبيعي. لما بدكم تحكوا عني وطوا صوتكم. دبيب النمل بينسمع بهذا البيت. لازم تفهموا منيح. تضرب اني ما بدي اترك البيت. شو مفكرين يعني؟ ايوه عمرك ما تتركيني. بعد ما باتوا لي بيتي بدكم تقلعوني؟ ألو نعم. فتون حبيبتي أنا هنادي، كيفك؟ هنادي خانم؟ إيه وحابة أطلب منك طلب صغير. طلب؟ طيب إذا بقدر ساعدك ما عندي مانع. طبعاً فيك تساعديني، تقدري تحضري لي كم أكلة؟ مقبلات، حلويات، شغلات خفيفة. طبعاً بقدر حضرهم، لكم شخص؟ إمتى يعني؟ طيب، تكرمي هنادي خانم. رح حضرهم. مين هي؟ هنادي خانم مديرة أعمال ولجان. ايه شو اللي بدها اياه منك؟ بدها مقبلات خفيفه لعشرين ثلاثين شخص. ولشو بدها هالشي منك؟ شو المناسبه انت رح تعمليهم؟ ايه انا رح اعملهم. هالست ليش اتصلت فيني يا الله؟ اف كان لازم الا ما فيني اعمل لك اياهم. بتعرفي فتون؟ المقبلات لعشرين ثلاثين شخص فيه رزقه مرتبه. عماد سد بوزك. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.